رغم تعقيدات ظروف الحياة بزمننا الحالي وتعاظم المآسي والأمور اللي من الممكن أنها تغلف وتلف الإنسان، إلا أن بعض الناس يجدون طريقهم إلى السعادة وينجحون في تحصين أنفسهم من كل شيء من الممكن أن يشوب دوائرهم الشخصية. لكن هناك متغيرات تحد الواحد على أنه يضيع حتى في درب السعادة، يقع ويكون واقف في وسط ضجة من الذهول وما يدري شو اللي قاعد يصير حوالينا. لكن السعادة لها مفاتيح ولها أمور جميلة لو الواحد اكتشف مفاتيح هذه السعادة يفهد. بالفعل هاشم المثير، مفاتيح السعادة مشاهدينا الكرام بسيطة على عكس ما نظن ويمكن تطبيقها في حياتنا اليومية. راح نتعرف أكثر على موضوع السعادة، نرحب بالدكتور خالد صالح المنيف، دكتورة في علم النفس الإداري ومدرب معتمد في تطوير الذات والتنمية الشخصية. صباحك الله بالخير دكتور. يا صباحات الود ويا صباحات الود ويا صباحات الجمال. الله صباح الله الجمال حيكم. وصباح الإيجابية وصح، يعني مثل ما يقولون صباح الطاقة الإيجابية والهالة الرائعة اللي تأخذ منكم وأمثالكم. الله يطول عمرك دكتور. يمكن قبل ما نبدأ البرنامج اليوم الصبح سألت سادة المشاهدين أيضا، سألت الزملاء هاشم وزميلتي منيا، قلت لهم ما معنى السعادة؟ كل إنسان يمكن له منظور خاص بلى. فيه صحيح. هناك الناس يتفاوتون، هناك من يراها في المال، الفقير يراها في المال، والعليل يراها في الصحة، والأعزب يراها في الزواج، والزواج والمتزوج قلة من المتزوجين يراها بخلو الحياة من الالتزامات والارتباطات، والذي ما عنده والله المنصب يطمح إلى المنصب يراها في المنصب، وهكذا البشر يتفاوتون في نظرتهم إلى السعادة. لكن هناك بعض الأمور وبعض المفاهيم في معاني السعادة. أحدهم قال أن السعادة في العلم، متى ما زاد علمك زادت سعادتك وعرفت حقيقة وكنه الأشياء. المتنبي يقول لا، عكس هذه النظرة، يقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. اللي يقول ما يعرف شيء ينام مرتاح. أحدهم قال أن السعادة في التغافل، كلما زاد تغافلك عن من حولك وعن الحياة وعن دقائقها وتفاصيلها زدت سعادة. وآخر يقول لا، السعادة في طهارة القلب، وأنا أؤيده. بعض الناس فيه شيء من الدغل وفيه شيء من الحسد والغل، فهذا شخص جزما لن يسعد. كلما طهر قلب الإنسان كلما اقترب أكثر إلى السعادة. هناك من يقول أن السعادة ومعناها الحقيقي هي الرضا والإطمئنان الداخلي. الله. كلما سكنت نفسك وهدأت أعصابك وبدأت تنظر إلى الحياة بنظرات جميلة كلما كنت أقرب للسعادة. والسعادة بالمناسبة الذي أتى بكم إلى هذا المكان هو في النهاية السعادة، وأنا كذلك، وكل هؤلاء الذين يمشون في الأرض آخر ما يريدون ويطمحون إليه أن يكونوا سعداء. خلي أعطيكم حاجة ثانية برضو في موضوع السعادة. في أديب مصري اسمه سلامة موسى قال السعادة في أربعة أشياء: أن يكون للإنسان مصدر رزق، أن يكون للإنسان كرامة، أن يكون للإنسان أسرة، أن يكون للإنسان تطور وتجدد. هناك أديب آخر لا، قال لا، اللي هو توفيق الحكيم، وله نظرة عجيبة حقيقة في موضوع السعادة. قال السعادة بوجود التحديات، أي إنسان مترف ويأتيه رزقه رغدا من كل مكان لن يشعر بالسعادة. السعادة الحقيقية في وجود تحديات، في وجود صعوبات، في وجود آلام، في وجود مواجع. ليش؟ لأنه يقول بمجرد انجلاء هذه المواجع وبمجرد تجاوز هذه التحديات ستشعر بشعور لا يشعر به المترف. عندك العقاد، العقاد يتبع أرسطو في مدرسته، في مدرسته الأخلاقية، يقول لا سعادة بدون أخلاق. السعادة الحقيقية هي في الفضائل، صاحب الفضائل، صاحب القيم، صاحب الأخلاق هو الذي يسعد. فكل له نظرته وكل له توجه. كل شخص له نظرة وكل شخص صحيح. له توجه وكل شخص له ثوابت وقناعات صحيح. خلنا نقول تفرق ما بين معاني صحيح. السعادة صحيح. لكن في ضمن المجتمع الذي نحيا، في ضمن المتغيرات اللي حولنا نعم. وفي ضمن وضمن وضمن يعني ساعات يعني تتوالى إنزين المخاطر تتوالى، خلنا نقول المصائب تتوالى، المكائد وتتوالى كثير من الأشياء. حتى لو كنت تمتلك قلب طاهر نعم. وكانت ثوابتك وقناعاتك نعم. جميلة نعم. يعني سبحان الله، إحنا عندنا مثل كويتي عتيج يقول هذا الإنسان دوار الطلايب. هناك أشخاص
يعني هدفهم في هذه الحياة ابتزاز الأشخاص الآخرين والعيش ويعني والنهل من خلنا نقول حزنهم وكآبتهم. نعم. شلون نتعامل مع هذه المتغيرات؟ نعم. في ظل هذه الظروف إذا احنا كنا نمتلك سعادة داخلية لكن يلحقك إنسان يبي يخرب عليك حياتك على سبيل المثال يسمونه دوار الطرايب، يعني يحب احنا نسميه يتغذى أنشر على هذا الشيء أنشر احنا نسميه رعي مقاشر. طيب هذا أول النوعية، هذه هي عدوة نفسها، هذا الشخص من رأيتموه في بيئة أو في شارع أو في مدرسة هذا كاره عدو لنفسه، فأول من سيتضرر بتصرفاته هو شخصيا. حلو. طيب بالنسبة إلى وجود الحياة، وجود الظروف عموما، وهل الظروف هي المعنية بالسعادة؟ بعض الناس يقول يا أخي أنا عندي ظروف معينة. يوم الأيام قدمت نصيحة لأحدهم قال لك ما تدري عني، قلت حتى أنت ما تدري عني ترى. زين يعني كلنا ذلك. صحيح. الشخص والحياة طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأقذاء والأكدار. ما في أحد ناج من الآلام ولا المواجع. وقف في شارع الخليج العربي عندنا طريق الملك فهد في الرياض، وقف كل سيارة واسألهم في دقيقة هل عندك مشاكل، والله لن يسكت خلال دقيقة واحدة، سينثر ويلقي إليك بحمولة من المشكلات لا حد لها. إذن هي العبرة ليست بوجود الظروف، الجميع يعامل الظروف، الجميع لديه مشاكل. ماذا نحتاج باختصار؟ هو التعامل الجيد، التعامل الاحترافي مع هذه الظروف. حلو. أضرب على ذلك مثالا، يقول الطنطاوي رحمه الله وهو يعني تكلم كثيرا في موضوع السعادة، يقول يحمل الرجل حملان، أحدهم يقول يا ظهري، والآخر يقول سأذهب لأبني مبنى جميل، اثنين يمرضان، آخر أحدهم يقول لنفسه بإذن الله تعالى أنها تطهير ورفعة لي في الدنيا والآخرة، والآخر يقول هذه حمى كما جاء في الحديث عندما قال الحبيب لأحدهم طهور قال بل حمى تفور. البشر يتفاوتون، الأحداث في جملتها حيادية لكن البشر يتفاوتون في طريقة التعامل معها. لذلك العبرة ليست بالأحداث، العبرة خليني أعطيك حاجة معينة. قبل أن أدخل هنا وأتحدث قال أحدهم يا أخي أهم قرارين في السعادة ولن يسعد الإنسان بدونهما، وهذه الفكرة يجب أن ينبه عليها لأنها غير دقيقة، يقول اختيار تخصصه في الدراسة وزوجته. طيب واللي ما اختار قرار جيد في هذا الشأن؟ وبالنسبة للزواج أنا أجزم الزوجة والزوج لو جيتهم الله قال والله لو حصل لي واحد أفضل شوي، الأفضل هذا يوم الأيام سيأتي ويقال والله أريد شخص بمواصفات أخرى. لذا على أي حال السعادة تبدأ، إن أردت أن تسعد ستسعد أيا كان تخصصك أيا كان حالك أيا كان، هي في جملتها لا شك عندي أن اتخاذ قرار بأن نتعايش مع المتغيرات اللي حولنا، أن تحسن يا أخي التعامل معها يا أخي. صحيح. أن تحسن التعامل بما لديك، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، قيمة عالية. أما قضية والله ما أنا والله ما اخترت تخصص، أنا والله ما وفقت في زوج جيد، أنا والله يا ليت والله فلان هو اللي تقدم لي بدل هذا الحبيب اللي عندي، أو يا ليتني تقدمت لأختها بدل، وعش حسرات تتلوها حسرات وظلمات بعضها فوق بعض، ما هكذا تدار الحياة. بالفعل دكتور أعتقد يعني أو متأكدين ونجزم أن لولا الحزن ما نشعر بالسعادة. صحيح. بالفعل. صحيح. وما في شيء في هذه الحياة مثل ما يقولون بيرفكت. طبيعي. ما في شيء كل ما يتمنى الإنسان يقدر يحصل عليه، لكن في أشياء ممكن الواحد يغض الطرف عنها عشان يعيش ويتعايش مع هذه الحياة. ما عندك خيارات، لا بد أن تغض الطرف وتتغافل وتتعامى عن بعض الأمور. ولا الشخص ترى ليست شطارة وليست بطولة أن تكون والله أن توضح لمن حولك أنك مدرك لجميع الأشياء وجميع تصرفاتهم وجميع هذه تعب نفسك، ستصدر للكون وليس لذاتك وليس لمن حولك الكآبة والشقاء. أوبا. لذلك مشي الحياة، خلها تمشي كبرها تكبر صغرها تصغر. دكتور لو تكلمنا عن مشاركتك وفي في في حضورك في الكويت. أنا والله أولا الكويت عزيزة على قلبي، والكويت اللي فيها أساتذة واللي فيها والله موجهين. أنا تبع المعهد الكيوب، وحقيقة المعهد ما شاء الله تبارك الله له يعني حضور جميل، أقدم الآن الدورة في إعداد المدربين، وسبق أني قدمت عدة دورات عن صناعة السعادة، عن صناعة الفرح، عن الاستمتاع بالحياة، عن فنون التعامل مع الآخرين، وكلها مجتمعة تصب في هدف واحد نحو إسعاد البشر. وكما قلت ترى والله أن الوصول، قلت كلمة في البداية عجبتني، ترى الوصول للأمر ليس بالعسير، لكن الموفق من وفقه رب العالمين، من أراد الأمر وسعى له سعيه سيصل بإذن الله تعالى. في نقطة مهمة يستحسن أن نتحدث عنها، ما أدري أنتم اللي هو المال، موضوع المال.
المال، هل هو المال، هل المال والسعادة؟ وخلونا نكون صريحين في هذا الجانب، البعض قارن السعادة بالمال، فهل هذا كلام دقيق؟ هل هذا كلام صحيح؟ ممكن يكون نص بنص نص. طيب خلونا نصل إلى فكرة. أولا الدراسات أثبتت، أولا الفقر والتعاسة تراهم مع بعض. صحيح. حتى لا نروج لفكرة الفقر وإلى 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 قصر اليد. ما هذا؟ 10 مبشرين بالجنة، 6 منهم كانوا من أصحاب المال. صحيح. لذلك ما أحد يروج للفقر، ولا أحد يروج للشح، ولا أحد أبدا. لكن هل السعادة هي من هل المال هو الذي يصنع السعادة؟ خلونا بس نتكلم في هذا بتفصيل لأنه مهم. مصطفى أمين الصحفي المصري والكاتب المشهور تحدث في مقالة تطرز بماء الذهب، تحدث عن 3 من النماذج والرموز. أولها ممثل مصري وسيم يدعى أنور وجدي، كان فتى للشاشة، كان يقول عنه، يقول مصطفى أمين عاشرت هذا الشخص وكان على لسان حاله ولا يرسل من الحديث إلا كلمة فلوس 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 فلوس، أريد مالا أريد. يقول كان أمنيته أن يحصل على 1,000,000 جنيه، يمكن الآن بمعاييرنا 200,000,000 جنيه أو 300,000,000 جنيه. يقول حصل عليها، والكلام لمصطفى أمين وهو رجل متطلع متبحر متعمق مختلط بهؤلاء. يقول حصل عليها وأصيب بمرض مستعصي، يقول والله لا أريد من هذه الدنيا سوى الصحة والعافية إلا الصحة والعافية. صحيح. عبد الحليم حافظ أمنيته إيش؟ وهو الذي أصيب الفاتن الساحر الذي أسر القلوب والألباب، كان يقول أمنيته، مصطفى أمين أيضا يقول كان أمنيته يأكل حبة طعمية بس، يقول هو كان يقسم لي أنني أتمنى أن أكل. أم كلثوم شاغلة الدنيا شاغلة يقول كانت تتمنى أن تأكل البيض المسلوق الذي كانت ممنوعة منه. لذلك الحياة أحيانا ليست فيه والله صحيح المال أسألكم بالله، الآن أصحاب الأموال اللي يقولون حد معين من المال يكفيك، بحسب دراسات يقول حد معين، قالوا 70-80,000 دولار سنويا كمستوى دخل يكفيك، وجاك ما طبعا زادها شوي اللي هو الملياردير الصيني قال 40,000,000 دولار، يقول بعدها ما عاد في شيء، يقول بعدها كلامه مجرد رصيد يعني لا أكثر، لا مو رصيد، اللي بعدها قاعد يستنزف من طاقتك ويستنزف في تفكيرك، لأنك تحمي المال وتريد أن تنميه. هذا الفكرة التجار إيش يسوي؟ هو يحمي المال ويريد أن ينميه، وهذا هذا على حساب ماذا؟ حساب صحته وتفكيره. فلذلك المال جزء منه. وما قيمة المال إذا كنت غنيا قد بلغت أرصدتك عنان السماء وفقدت أسرتك؟ لا قيمة المال. وفقدت صحتك، وفقدت أخلاقك، وفقدت قيمك، إيش قيمة المال؟ ولا شيء. أنا رأيي الشخصي صحيح، ما ولا شيء. صحيح. إنزين دكتور خالد، لو نتكلم عن موضوع آخر مرتبط خلنا نقول بالسعادة، بعض الأشخاص عندهم التحدي، الإنجاز، السمو، الإبداع، نعم. تحقيق النجاح، نعم. هو بحد ذاته السعادة المطلقة، نعم. فهل صحيح دكتور أن تحقيق النجاح مرتبط بالسعادة، وأن تحقيق النجاح يعتبر من أوسع أبواب السعادة؟ طيب أولا خلونا نشوف من هو الناجح، من الذي يقال عن فلان أنه ناجح؟ هل هو الذي وصل إلى أعلى المراتب؟ هل هو الإنسان الذي بلغ أو ملك مالا ممدودا؟ هل هو الإنسان الذي عنده والله صحة جيدة جدا؟ هل الإنسان المثقف المتعلم؟ هل هو الإنسان الذي نقول والله ما شاء الله تبارك الله مثقف ومطلع؟ هذا كل هذه الجوانب. السعيد الحقيقي رأيتم إنسانا والله يدعي أنه سعيد، أو أنه في المسجد يصوم ويصلي ويقوم، هؤلاء إن لم يملكوا توازنا بين جوانب الذات الخمسة، صحته، الجانب الروحي، والجانب الروحي مهم، لا سعادة. لماذا الغرب الآن يعاني معاناة شديدة؟ شديدة، اكتئاب. عندهم حاجتين. أولا روحانيات وضعفها وجفافها، ما يسمى بجهالة المصير عندهم، وضعف العلاقات. صحيح. ما عندهم علاقات. إحنا الواحد هنا إذا كبر وجد من يقبل يديه، وجد من يحضنه، وجد من يقول سم ولبيه، وجد بس ماذا تريد؟ هناك ما فيه. لذلك أنا أقول إن أردت أن تشوف إنسان سعيد عنده توازن، لم يقصر في الجانب الروحي، الجانب الفكري والثقافي أيضا يستحوذ على شيء من اهتمامه، الجانب المهني أيضا عنده والله حاجة عمل يستمتع به، هذا بلغ مرحلة كبيرة من السعادة. الله. كارثة إذا كنت تأتي إلى عملك وكأنما جبل على رأسك، أي شقاء. يعني نبي نحط هاشتاج اليوم دكتور في حلقتنا، نقول هاشتاج أنا أسعد خلق الله. وهذا شوف، هي قضية ليست ادعاء بل هي أدوات. صحيح. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، تريد أن تصير سعادة، مو أقول أنا سعيد وبس، لا، هناك أساليب، هناك أدوات، وهناك أسرار
للسعادة يجب أن نطلع عليها. دكتور يعني يمكن الواحد مثل ما تفضلت أنه يكون عنده توازن، لكن لنفرض أن الإنسان طموح وحاط بباله مثلا وظيفة معينة أو شهادة معينة وقاعد يحاول أنه يوصلها، بس إمكانياته يمكن ما تساعد أنه يوصل للي هو يبيه. أي نعم، والله الإنسان في هالدنيا ترى مو لازم اتوقع كل واحد والله يراد أن يسعد لابد أن يصل إلى ما يريد. أنا أسألك هذا مو صحيح في الحياة. بعض الناس يقول يا أخي الطموح هل يتعارض مع القناعة؟ أقول لا، من قال لك؟ أقول ابذل ما عليك وسعى، فاتق الله ما استطعت، ثم بعد ذلك ما كتب لك فرض به. بعض الناس يبدأ يأكل في نفسه. عبد الوهاب مطاوع الأديب المصري عنده كتاب له علاقة، يقول يا صديقي لا تأكل في نفسك، إن فاتك شيء، إن لم تحصل على شيء لا تأكل في نفسك، هذا أمر من أمور الدنيا، نفسك وذاتك وصحتك أولى وأبقى وأهم من هذه الأمور. لكن السؤال وش أسرار السعادة؟ نبغى نسعد ولا لا؟ أسرار السعادة، شنو مفاتيح السعادة؟ نسعد المشاهدين معنا. أولها أنا يوم أقول لي الأخ اللي قال لي والله التخصص والاختيار لا، أقول إن لم ترضى وتتصالح مع نفسك وذاتك. العقاد يقول البشر دائما يطمحون لما ليس لديهم. صحيح. وقال أبيات شعر جميلة يقول صغير يشتهي الكبر. عندي ولد صغير دائما يكبر عمره 3 سنوات. قلت يا ولدي اصبر لا تكبر عمرك، يبغى يصير كبير. صغير يشتهي الكبر وشيخ ود لو صغرى. الصغير يقول وخال من العمل يبتغي عملا وذو عمل به ضجرة. الآن اللي ما عندها عمل تقول يحظ المعلمات، والمعلمة تقول يحظ اللي قاعدة في بيتهم. ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، ويشقى المرء مهزوما ولا يرتاح منتصرا، وذو الأولاد مهموم وفاقدهم قد انفطر. وحتى صاحب الجمال وفاقد الجمال يقول وذو الجمال شكى. المهم انه يعني كلام جميل يقول كلام كل جميل. البشر ما في احد راضي. بالضبط، ما في احد راضي. لذلك اول خطوه واول سر من اسرار السعاده ان تقنع بما انت بما لديك. هذا رقم واحد. في مدينه او قريه في امريكا اسمها روزنتينا. روزنتينا هذه مدينه ذهب اليها جمله من الايطاليين وسكنوا فيها، فكانت مدينة الحلم بالنسبة للإيطاليين في القرن 19. شاهد هذه المدينة كان فيها عجيبة، كل ما فيها نفس إيطالي. كانوا لا يموتون إلا متأخرين والأعمار بيد رب العالمين. فأتى أحد الأطباء فقال غريبة، ذولي لا عندهم ضغط دم ولا عندهم أمراض قلب ولا عندهم، فإيش السر؟ ليش كلهم بصحة كاملة ويعيشون؟ فبدأ يتلمس، قال احتمال طبيعة الأكل. فوجدهم يأكلون البيتزا بالسمن وليس بزيت الزيتون، فهذا انتفى هذا الأمر. قال ربما كان عندهم جينات أجدادهم وأسلافهم بصحة جيدة. فاطلع على الملفات وجد أن أسلافهم كانوا يمرضون ويتوجعون ويتألمون. فقال إيش السر الآن؟ ما هو السر؟ هل طبيعة المنطقة الجغرافية ممكن البيئة؟ فوجدوا أن جيرانهم بيئتهم أفضل من بيئة الروزنتانيين، لكن المشكلة أن ذوليك أيضا يموتون. فوجدوا، وهذا الذي أدعو له، وجدوا أنها مدينة تعيش بتسامح، أهلها لا يحملون غلا، لا يحملون حقدا، لا يحملون كرها، لا يحملون ضغائن على الآخرين. إن فرحوا مع بعضهم، وإن تألموا تقاسموا الوجع، عوشوا حياتهم جديدة. إن أحتاج أحدهم إلى شيء هب الجميع لنجدته. الله، عاشوا سعادة فأطالت هذه الأمور حياتهم. لذلك نعيش، نريد أن نبقى مثل الروزنتينيين في البيوت في المجتمعات. ترى مي حاجة بسيطة، وليست دعوة إلى المدينة الفاضلة مدينة أفلاطون. هذه أمور إن أراد الإنسان أن يطهر قلبه ونعيش بحب وبود والله سيسعد وهو أول المستفيدين. إذن هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، إن أردت أن تسعد كن طفل. خليك طفل. الطفل الآن إذا أمسك بالآيس كريم كيف يأكله؟ يأكله باستمتاع، يوصله إلى الجزء المعني بالآيس كريم في المخيخ. هنا في جزء معين نحن للأسف ما يصل ولا يقطع نصف الطريق حتى يصل، لأننا مشغولين، مشغول بألف شغلة، بكل شيء في حياتك. الآيس كريم والشوكولاتة إذا ذهب إلى مدينة الملاهي الدنيا كلها ملك الدنيا. الله، نحن إيش ننتظر؟ ليش الترحيل الدائم والمستمر للحظات السعادة؟ لذلك من الأشياء الجميلة كن طفلا. برضو في حاجة مهمة في الأطفال لها علاقة بالسعادة. صغيري اختلف مع زميل له، فقلت له تصالحت، وقال يا ابوي ترى احنا بعد ربع ساعه نتصالح. شوف يعني بعفويه يتكلم، احنا هنا حاجه بسيطه بيني وبينك، ابقعد 5 شهور
منفصل مبتعد عنك، لا لا، وأشتر المشكلة وأبدأ أتذكرها. لذلك يا أخوان نقي ونصفي القلوب، هذه هذه في غاية الأهمية. دين الدكتور دين تسامح صحيح، ودين سعادة من الغيظ والعافين عن الناس، ودين رقي، ودين تحضر، ودين طيبة، ودين تعامل. يعني حنا دكتور يعني سعيدين في جرعة السعادة اللي أعطيتنا إياها وأعطيت المشاهدين، وشرفنا أكيد. وحنا يعني دايم إن شاء الله ما تنقطع العادة هذه، دايم يشوفك يانا في صباح خير الكويت بإذن الرحمن. دكتور خالد صالح المنيف، دكتوراه في علم النفس الإداري، مدرب معتمد في تطوير الذات والتنمية الشخصية، كل الشكر لك على جرعة السعادة، على هذه الإيجابية، على الأمور اللي بالنسبة لي أنا أعتبرها مدرسة. أضيف لهذه أمر ثاني، خالط السعداء تسعد أمثالكم. وخليك وخلونا كلنا نحط في بالنا شغلة عشان نسعد ونهنى في هذه الحياة مهما تكالبت الظروف والضغوطات. يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. كل شيء في هذه الحياة يفرج. فاصل ونواصل معكم.